عاملين ايه؟ طيب كذا حد سألني اما بقول لكم ما تغسلوش شعركم بشامبو، طب نغسل شعرنا بايه؟ احنا المطلوب ان احنا ننضف فروة راسنا علشان الشعر بيبقى عليه دهون الزيوت الطبيعية اللي الفروة دي بتفرزها، على ما توصل للشعراية بتاخد وقت. فنروح احنا جايين عاملين ايه؟ غسلين الشعراية بقى كلها ونقعد بقى نفرك فيها كده ونغسل كأننا بنغسل هدوم، والشعرية يعني رقيقة جدا ما بتستحملش، فالزيوت اللي عليها بتروح، فالشعر يبهت وينشف ويقصف ويكسر وكل بقى يحصل فيه كل البلاوي السوداء. تمام. طب احنا نتغلب على ده بإيه؟ ان احنا ما بنغسلش شعرنا، احنا بنغسل فروة راسنا، ودي تفرق. فروة الراس اللي احنا عايزينها تتنفس وتبقى نظيفة فتقدر تتنفس، فيقدر الشعر ينمو ويطول ويتقل والكلام ده كله، والبصيلة تتغذى. تمام. فاحنا لما بنيجي نغسل بنغسل شعرنا، بنغسل فروة راسنا بس، ما بنغسلش شعرنا. طيب نغسل شعرنا بإيه؟ الشامبو ده يبقى مرة كل شهر، مش أكتر من كده، يعني مش كل أسبوع ولا كل 10 أيام ولا الكلام ده، مرة كل شهر. طب هو أنا هقعد شهر مغسلش شعري؟ لأ طبعا، أنا بغسل شعري يوميا وأوقات مرتين وتلاتة في اليوم. يعني أنا شخصيا بغسل شعري كده في الصيف بالذات مرة واتنين، وأكتر وقت بيبقى شعري فيه طري ومترطب فترة الصيف أكتر من الشتاء كمان، بسبب إن أنا بغسل شعري كتير. والكلام ده صح حقيقي جدا، مفهوش مبالغة. ليه بقى؟ انا كل يوم بغسل شعري مجرد ان هو عرقان، تمام، في عرق، فانا بغسل فروة راسي. بغسل فروة راسي دي بايه؟ بالبلسم. في حاجة اسمها كووش اللي هو الكونديشنر ووش، انا بغسل بالبلسم. البلسم فيه مواد منظفة، وانا هقول لكم اسامي، انواع اسامي يعني بلسمات، بلاسم تقدروا تغسلوا بيها شعركم بتنظف، اما تيجوا تغسلوا بيها فروة راسكم هتلاقوا بترغي. في حاجات بقى احنا بنحطها على البلسم ده كمان تزود قيمة النظافة، فانا هقول لكم حاجة النهاردة من ضمن الحاجات دي، حاجة سحرية لتنظيف الشعر، وهي خل التفاح. تمام. خل التفاح ده بقى سحر كده وحاجة وهمية جدا. اولا بينظف، وانس ان انت تحطيه على شعرك هتبصي تلاقي شعرك فورا فرفر من بعده، يعني الزيوت اللي فيه اللي هي فروة الراس انا بحطه على فروة راسي، وطبعا بينزل على بقية الشعر. تمام. لان انا بحط ربع كوباية مية على ربع كوباية خل على لتر مية. لو شعرك طويل قوي ممكن نص كوباية خل على لترين مية، يعني نسبة وتناسب. تمام. بيعمل ايه بقى خل التفاح؟ اولا بينظف الزيوت اللي في الشعر. طبعا احنا ما بنعملش ده كل اسبوع او كل غسلة، ده ممكن كل 10 12 يوم، كل اسبوعين، كل 3، لما احس ان انا فروه راسي مدهنينه قوي. فروه راسي ما بتكلمش على الشعر، كل ما الشعر كان دهني او كان فيه زيوت فهو كده متغذي وبيلمع ومش بهتان ومش متقصف ومش متكسر وجميل. تمام. بيعمل ايه كمان خل التفاح؟ بيخلي الشعر بيلمع، بيلمع جدا. بيعمل حاجه كمان، بيثبت الصبغه لما نبقى صابغين شعرنا وتغسلي بعدها بخل التفاح. يعني لما تيجي تعملي صبغه، ودي تركايه بقى كمان، اما تعملي تصبغي شعرك ما تغسليش شعرك بعد الصبغه بشامبو، اوعي. ليه بقى؟ هيخلي اللون ينزل في ساعتها، اللون لسه ما ثبتش. يعني حتى انت لو سايباه ساعه ساعتين اللون برضو بياخد وقت على ما بيثبت في الشعر. فانت لما تغسليه بالشامبو يبقى انت كده ايه؟ ضيعتي كل اللون اللي في شعرك، او يعني جزء كبير منه. فاغسلي شعرك بشويه بلسم وحطي بعدها خل التفاح، هيثبت اللون وهيخليه يقعد فترة طويلة، هيخلي الشعر بيلمع، هيخلي الشعر مفرفر يعني ما فيهوش زيوت. دي احنا بنعملها كل فترة، دي حاجة اسمها كلاريفاينج، يعني ايه؟ بننضف الشعر من الزيوت اللي فيه، لان احنا مش بنغسل بشامبو كتير، فالشامبو فيه سلفات، السلفات دي هي اللي بتنضف الشعر، هي بتنضف بتشيل كل الزيوت الطبيعية اللي في الشعر. طب انا عايزه شعري يبقى فيه زيوت طبيعيه، ما نغسلوش بشامبو، نغسله ببلسم، نغسله بخل التفاح، نغسله بميه فروه راسنا بس. وانا هقول لكم كمان على منتج انا بستخدمه بقالي فتره وعامل معايا نتيجه روعه انا وبناتي بصراحه. بس خلي التفاح، خلي بالكم من حاجه انا جايبه لكم الازازه عشان تشوفوها.
بصوا العقارة اللي تحت دي، بصوا الخل التفاح ده مش رايق ازاي، مكتوب عليه خل التفاح، مش ما علينا من العسل يعني، انا كمان بشربه لان انا باخده على مية على الريق الصبح مع للدايت. فخل التفاح ده اورجانيك يعني عضوي، ما فيهوش، مش متصنع يعني، ده تفاح بجد معمول خل، تمام. فده افيد طبعا للبشره وللشعر ولو هتشربيه كمان حلو جدا، فوائد خل التفاح كتيره جدا. فلما تيجي تجيبي خل تفاح ما تجيبيش خل تفاح اللي هو ما فيهوش رواسب، نقي الخل الازازه اللي فيها رواسب، مش كل ما تبقى الازازه بيور وشفافه نفرح بيها ونقول ده الله ده جميل، لا خالص العكس، تمام. خل التفاح كل ما يبقى فيه رواسب من تحت يبقى طبيعي اكتر وبيور اكتر، ودي فايدة خل التفاح. فيا رب تكون الفيديوهات دي عجباكم. باي باي.